شبابنا أبنائنا، أنا بحب أتوجه لإلكم بشيء أنا حاسة إنه كتير كتير مهم. مثل ما نكون شايفين عم يصير غزو فضائي عم يغير كتير من قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الأخلاقية والاجتماعية، عم يغير من أعرافنا، وأنتوا عم تحسوا وكأنه هذا الشيء يعني تحضر. ما هي الحضارة؟ الحضارة هو إنك تتمسك بانتمائك، تتمسك بقيمك الإنسانية الجميلة جدا والرائعة، ما تخجل منها نهائيا. كتير من الأحيان عم نحس هاي القنوات الفضائية عم تفرغنا من محتوانا، عم تفرغنا من الشيء الهام اللي هو موجود عنا من تراثنا. أنا ما بريدكم أنه ترجعوا للخلف، أكيد لا، تستخدموا التكنولوجيا وتتعاملوا معها بشكل كتير منطقي وكتير عقلاني. كتير من شبكات الانترنت أو مثلا مواقع ممكن تشوه عقولنا، يا ريت نحن نختار الشيء اللي منحس أنه منطقيا هو صحيح ومنصدق كل شيء منقرأه أو منشوفه على الإنترنت. يا ريت إنه نحنا نحاول قدر الإمكان نعود لجديتنا، نرجع لدراستنا، نبعد كتير عن هاي الأشياء اللي عم تخلينا بكتير من الأحيان سطحيين. أنا بالنسبة لي عندي بنت صبية هلأ صارت بعمر 13 سنة، خايفة كتير عليها، بس بنفس الوقت عم حاول قدر الإمكان إنه هي تقضي وقتها بممارسة هواياتها، بإنه هي تدعم المسنين والأيتام، إنه يكون في عندها بعض الأهداف والرسائل اللي تقدمها من وهي صغيرة. كتير من الأحيان نحن برمضان بنفطر مع الأيتام، كتير من الأحيان بنروح لعند المسنين اللي أهليهم بطلوا يشوفوهم، وأنا كتير بحزن وبتحز بقلبي وبحس بجرح كبير، بحس بدي أبكي لما بلاقوا نحن بالنسبة لهم غربة، بحس إنه نحن منطعميهم منغني معهم، بنكتب لهم رسائل وبيبعتولنا رسائل. كتير بحب إنه بنتي لما بتقلي إنه ماما ما رحنا لعند ذوي الحاجات الخاصة، هي أشياء كتير مهمة. نحن من طول عمرنا كشعب بيقولوا عنا شعب الخطي، كل حدا الخطي هي كلمة الحرام، يعني إنه خطي نحن لازم نساعدهم. خلينا نرجع لهي القيم، لسه في عندي أمل ولسه في عندي إحساس إنه في ناس كتير خيرة وبتمد يد العون لهدول الناس. وأهم شيء إنه نحن ما نخجل بانتمائنا، ونحن إذا ما خجلنا بانتمائنا ممكن نتطور أكتر وأكتر. كتير هام إنه يكونوا الشباب جديين بحياتهم وما يركضوا وراء السرعات والمظاهر الكذابة. صدقوني إنه الغرب بيتعاملوا مع التكنولوجيا أحسن منا بمليون مرة، هن اللي اخترعوها ويتعاملوا معها أفضل منا بمليون مرة. نحن متى ما أحد الشباب أو الصبايا قعدوا قدام الإنترنت ما عاد يتركوا بقى للصبح، عيونه بتتعب وأفكاره بتتشوش وبصير أشياء يعني هي خارجة عن إرادته. لذلك أنا بقول خلينا بكل شيء معتدلين بكل شيء من كل النواحي ونتمسك بقيمنا. ما بدي أحكي أكثر من هيك، معروف عني إنه أنا بحكي، لذلك أنا بوصلكم هالرسالة مع حبي الشديد لإلكم، إحساسي بإنكم أنتم أبنائي وبناتي، إحساسي بأنا إنه أم للجميع، بتأمل إنه تقبلوا مني كأم مو بس كممثلة أنا وفاء موصلي، تقبلوا هاي النصيحة لأنه عم وجهها لكم مثل ما أنا وجهتها لبنتي. وشكرا كثير انكم تحملتوني هالفتره، ما بعرف كم ثانيه كم دقيقه، الله اعلم. كل عام وانتم بخير دائما، كل يوم وكل لحظه وانتم بالف خير، واهليكم واوطانكم ومبادئكم ان شاء الله بالف خير.